يلا يا بريدفي، انت البطل الرومانسي، ورجيها تمثيلك اللي بيستاهل جائزة أفضل ممثل. كريتي؟ مين؟ هذا أنا؟ مين بده يكون يعني؟ أنا أسفة. شو في؟ شو اللي صار؟ لا لا ولا شيء. عادي ارتاحي. قولي لي شوفي، ليش متوترة؟ لا. ليش مبين عليك انك خايفة؟ كريتي بقدر اسألك شغلة؟ نحن كيف تزوجنا؟ قولي لي. نحن مثلا حبينا بعض من النظرة الأولى، كان بدنا نكون مع بعض دائما، لهذا السبب تزوجنا؟ هاي ما نقصتنا أبدا، تزوجنا بسبب الظروف، لأنه نحن انجبرنا، بس تزوجنا وارتبطنا ببعض. أنا بكون زوجك وأنتي مرتي، كلامي صح؟ شو هو أهم شيء لازم يكون موجود بين أي اثنين متزوجين؟ أكيد الثقة. هلأ بتكوني عم تسألي حالك أنا ليش عم بحكي معك بهيك مواضيع؟ لأنه أنتي ما بتوثقي فيني يا كريتي. إيه؟ وأنا زعلان، زعلت من وقت عرفت إنه أكشي كان عم يهددك وأنتي ما خبرتيني. أنا بكون زوجك ومتوقع منك إنك تحكي لي كل مشاكلك، بس ما عملتي معي هيك. كنت مفكر إنه يمكن كنتي بحاجة وقت أكتر لحتى توثقي فيني. أكيد بتكوني عم تقولي لحالك إنه إذا بدك تقعدي تحكي كل مشاكلك لزوجك وقتها في احتمال إنه بريدفي يتركك. كريتي، أنا قلت لك من قبل وبرجع بقول لك مرة تانية، أنا مو فارق معي أي شيء صار معك بماضيك كلياته. لو إنك ورجتيني التسجيلات اللي بتخصك حتى لو كانوا بشعين ما كانوا رح يهموني أبدا. أنا بيهمني الحاضر والمستقبل اللي معي. أي أنا شفت قديش كنتي متوترة بهالكم يوم. كنت حابب ساعدك، كنت متوقع إنك تحكيني مشاكلك، كنت حابب ساعدك ولو شوي، بس أنت ما جيتي لعندي. ما وصلتي فيني كريتي. أنا كتير زعلان لأنك ما حكيتي لي مشاكلك وما جيتي لعندي. بعتقد إنه حظي سيء. أنت ما قدرتي توثقي فيني لهيك ما قدرت ساعدك. أنا زعلان. بس مو مشكلة، أنا رح صير منيح. رح كون منيح. مع الوقت أكيد رح أنسى. بس أنت ديري بالك على حالك. بريدفي استنى إذا بتريد. بعتك لهون مشان تجيب موبايل أكشي. كان لازم تسأل عن الموبايل. لا تضيع وقتك على هاي القصص. ليش ما أنك عم تستوعب إنه لازم تجيب هذا الموبايل فوراً؟